la belle vie. On est seul, on est libre et on traîne. On s'amuse à passer sans peur du lendemain. Des nuits blanches qui se penchent sur les petits matins. Mais la belle vie, sans amour, sans souci, sans problème. Oui, la belle vie. الإخوان السلام عليكم وعواشركم مباركة وانتم اللي تسمعوا الشتاء خير من عندك. ايوا قال لك يتعجبت بلا انا كيوقع لينا كيما وقع في المطار ديال مراكش. المطار قال لك المطار الدولي قال لك تجيو عندنا السواح من العالم كله. ايوا دابا قال لي على ما قالوا لي ماشي اول مره نهار تبنى وكل عام يجي الشتاء داك السقف تيولي يسيل. ودابا البوليسي اللي تبع الباسبور ولا بحال شي حوته في الاكواريوم مع داك الصندوق ديال الجاج عمر ما. والبوليسي اللي تبع الباسبورات تما تلقاه بحال قال لي شي حوته في الاكواريوم هكاك هذاك المطار ديال مراكش. ايوا دابا على الحساب خصهم يعملوا واحد الفيستيفال ديال الدوش. عاد يديروا فيستيفال دو رير يعملوا فيستيفال دو دوش يجوا الناس يعوموا مرة في العام يجوا المطار ديال مراكش ويعوموا فيه. خير من عندكم تغنجة يا ربي تصب الشتاء. ايوا هاي الصبات. ولكن المسؤولين دابا المشكل اللي عندنا هو المسؤول على مدينة مراكش هو الوزير هي الوزيرة ديال المدينة هي المكلفة. ها ماشي غير مراكش المدينة. ودابا هاد المطار اللي خسروا عليه الملاير ماشي الملاير اللي عطاتهم الوزارة المالية اللي هما داكشي اللي خونوا من عند البناية ومن عند موالين الزبت ومن عند موالين الجليج ومن عند موالين هذا شفروا. لأن هادوك اللي في المجلس البلدي ديال مراكش تحت رئاسة ديك فاطمة الزهراء هادوك اللي بعد كيشوحلين اللي مدوزين الحبس ومازال ما دخلوا للحبس ومجرمين على حسب القانون مجرمين. ولكن تيستغلوا ديك الثقبة ديال القانون ديك التغارة واش نقول لها ولا اللوب هول تيستغلوا تقول لك حنا تنتسنى في الطعن. ايوا في الطعن تيبقى هذا بعد في المحاكم كاين الفساد تيشدوا الدوسي وتيغبروه. ايوا تسنى عام عامين خمس سنين تدوز البرلمان عاوتاني ترشح البرلمان الجاي عاوتاني يديروا لك نفس المشكل. لأن كاين الشفرة واش عباد الله هاد المطار أنا صحابها غير هاد الشهر لما قال لي واحد قال لي راه كل عام فيما تصب الشتا تبدي هاداك أنا. إيوا دابا قلتي ليهم قلت أش دخلت لهادشي تدخل في السياسة. إيوا لأن نهار واحد كلم ليهم على الفساد ديال الحزب أصالة والنصارى شدوه خشوه في الحبس ضربوه بربع سنين هاداك الطوانجي ديال أكادير. علاش؟ لأن الشلح قال لي ما خصكش تقول للحزب ديالو فيه المخدرات فيه الناس اللي تبيعوا المخدرات بحال بعيوي بحال ناصيري بحال هذا زيد اكسترا اكسترا. راه بزاف من اللوم فيهم حتى البوليس. ولكن انت تشوف دابا بحال مراكش لا سيدي قلنا لكم حنا ما قادين على شي لجنه ديال البحث. هاد لجنه ديال البحث خرجت لينا في الملعب الشرفي ولا الملعب مارسيل سيردون ديال الدار البيضاء الزبل تيسالي الماتش الزبل تيخليوه تال شهر شهرين ميكون شي مباراة تيجيو يحيدوه ولا ما تيحيدوش تيخليوه تما تقولو غادي كرم بحال هاكا الخرا غادي كرم وغادي ياكلو الدبان البول غادي ينشف والريحة غاتحيد وتبقى الخبز يغمال تولي فيه الدود دوك هادو تيجيو الناس باش يتفرجو اش يديرو تيصدقو تيشطبو فين يريحو. ومني تكلم مع دابا شوف دابا هذا ماشي كونسيدونس اي عماله ولا اي عمده مرا تخرج على المدينه ها هي هذه فاطمه الزهراء. حنا شكرا سي جمال
احنا عندنا في الدار بين العمده اسما يقولوا لها نبيله الرميلي في الرباط كانت وحده تما هذيك داد الحيراره هذيك فهي في ما كان شي عمده لا دخل واش العيال ما يعرفوش يمشيو للمدينه ولا دايرين بهم الشفاره بحال دابا الدار بيضاء بها الشفاره اما مراكش عامل كل الشفاره شنو هو سير تقوي انت ولا مراكش ما دخل علينا عندنا التوريس يعني عندك القلاوي عندك ماشي ما تفهمش عليا الله يرحم باك وانت مثل البحر ما عندكش وانت تفوح اه البحر ما عندكش صد عليا كري ايوا دابا باش ندور على اش ندور دابا هذا واخا سيدي ما غاديش حنا مراكش نخلوه نزيد شويه في التراك نمشيو لامز ميز سمعوا الرعده نمشيو لامز ميز امز ميز ما دار معاه والو دابا العام هذا قال لك داك اسمه اللي كنت يحكم علينا محمد السادس اعطاهم تبرع ثاني تتبرع دائما تتبرع لهم باش يفورميو لي كادر ديال الاحزاب خذوا فلوس قسموها بيناتهم اعطاهم الفلوس ديال الكوفيد خذوها دابا عطاهم فلوس العام اللي فات ديال امز ميز ثاني يعني واحد العام جاب لهم الحلوى خطفوها اي واش لا واحد هادو ما تعرفوش ما تعرفوا والو وديما تعاون حاجه الصندوق وصل خويتوهم تم الصندوق ديال لاكي سوسيال خويتوه تحيه الدايفري دريف تحيه الدريفري بدي تاس انا خويتوهم وانتم ما تعرفوا تشفروا ولا حشومه هادشي والله الا حشومه بالله عيب ودابا امز ميز قول شي واحد هذاك داك اللي قال لك اسمه نسيت سميتو هذاك قال لك الصحفي الدولي الصحفي الدولي ما يقدرش يتكلم على امز ميز لان هذاك الادوات ديال المخزن تيتكلم ب سير دو مون دي هذا دابا تيود هذا بحال دابا عنده الموضوع ديال المهداوي هو اللي تسبى في المهداوي هو المديمين احد المديمين صاحبه هما اللي تسبوا في الفيضان ديال مراكش هما السبب عاوتاني قال لك هما السبب ديال المجاعه ديال الغرب عاوتاني قال هو السبب ديال ديك هذيك اسما هذيك نجيبه جلال هذيك نجيبه جلال اللي قالوا لها سيري تنكحي من اللون هما قال لك هو السبب ديالها دابا اي حاجه وقعت هو السبب انا بحال دابا الدار البيضاء ما يقدروش يقول المهداوي والمديمي شكون غادي يتهم غادي خصنا نتهمو داك اسمو واحد المتجول ديال القنوات اسمو سعيد خليل هاد سعيد خليل فيما مشيتي تلقى في شي قناه تيبغي يدخل زعما كاين هي ان انتيليكتيال هي نوز ات اول باتي هي نوز فاكول و تيتكلم ديك اللغه و تيعاودها بالفرنساويه كومون دي ريجون فرونسي سا ايسي سا ايسي كوم سا ايسي الباح واش الباح نتفرج كان في قناه كان ديك السيده نبيله شي حاجه منيب نبيله منيب واحد البرلمانيه دخل عليها وبدا يبدا السؤال حط السؤال وبعد ماشي تعطيها واحد ريزيمي تيقول لي ها وقال لي الحسن الثاني اش دار مين كان الملك وهذا واش حنا جينا نقراو التاريخ الموضوع هو هادشي اللي واقع اعطيها السؤال وجاوب صافي ما هي بن الدار البيضاء وانت تقول انت ولد الدار البيضاء ولكن انت ماشي ولد الدار البيضاء انت عروبي اشنو هو تمشي 11 مارس 11 جانفي تشرب القهوه مع خو اسمو ذاك الدري مروان لا خليني الفيلم تعرف زعما وانا جيبه جيلا قلتي تعرفها وتعرف ولادها درتي فيها دارت فيك قلت لك بعد ملي عاود ثاني نعاود هادشي تنعاودو باش الناس يعرفوا شكون هو سعيد خليل هاد سعيد خليل واحد الشماته وتدخل تدخل القنوات ديال عباد الله وتسب لي فيهم تيقول لهم ابي سي تان كون انا ما عندكم نعرف اش ندير انا كون ترجمه لي هذا بالانجليزيه قال لي هي كانت هو كانت هو ذا بيجست كانت يقول لي ان كوني هاد الحمار هو تحيه بيدرو هذا سعيد خليل هذا تيعرفوه في القنوات كاع القنوات تيعرفوه عن زازوكي وتيعرفوه كاع له تيعرفوه يصحبوا شي حاجه كثيره هو از بولشيتا ان انجلش از بولشيتا هي توك لوت اوف شايت بس هو اللي زينو تيفهم واش عيب دخل عندك اسمو ولا قال لك داك المراكشي ابو ضحى دخل عنده وبدو عفوا اش دار ليه هادي اول حاجه تنشوف واحد تيقول مول القناة انا نسألك وانت جاوب هادي عمرنا ما حنا نشوفو البرامج ديال الامريكان ديال فرنسا ديال الانجليز
تاع اسبانيا تنشوفو هذا دائما يكون مكلب بالبرنامج وتعطي الاسئله. هذا قلب عليه واحد حمار هذا. واش نتايا حمار سعيد خليل؟ اذا بغيت تسب ندير قناه تا واحد ما منعك دير قناه بحال انايا تشبع فيك سبان وزيدون. انتايا جابك الظهريه نقطع بك تيجي اسمه داك تيجي هالوين هالوين. اهلا جونسون تحيه على النوار تحيه. قلت لك سيدي هو هذا. فلهذا سعيد خالي وتنقول لصحاب القنوات والقنوات اش تقول لهم انتم بالعربيه ردوا بالكم من هذا. وانت من عند المديمي داخل عند المديمي وتسب فيه عند المديمي ساعة غير قلت لهم حدو هذا مع المخابرات هاللي كاين وهاللي كاين. المديمي دغيا عاقب به ويسوسو طفى عليه الضو. ايوا وتدخل واحد القناة تسب فيا انايا. علاش تسبني؟ واش تسبني؟ سبني في القناة ديالك. انا ما كرهتكش تسبني. نحدك تسبني وانا كازيدا تكون زاد. نحدك تسبني وانا تنعمل التمارين. انا عملت في التمارين وتنعمل الانشاء ونعمل الاملاء وتنعمل هذا وهذا. ولكن هذا الشيء ديال الانشاء والاملاء ما بقاش ياكل. هذا التليفون الله يرضى عليه. هذا تصح على كل شيء. هذا ويعطيك يعطيك جمله مفيده ويعطيك جمله ماشي مفيده. تقول هذا تعاوني مع ذاك الباكله ذاك المراقي الحاج النمره وعليه. لا باش يبارك لي الله غادي. انا قلت لك النهار الاول غادي نبقى شاد به قطعه تيخرج اسمه اش حنا شهر اكتوبر تجي هالوين. ولا عندك شي وقت يعني نعطيك شويه القراءه تخرج على راسك. ما عليناش تكلمنا على هذا. دابا تنشوف ديك اسمو ولاك اسمو اسمو اللي كيهرس الدجاج المومني كان نسمعو قال ديك اسمها دنيا الفيلالي. قال لي هانت هي قلتي. قلت دابا انا دابا المشكل هذا اسمو زكريا وهاد دنيا الفيلالي دخل فيهم الشيطان. هذيك تحفه هذيك يحرسو تيوصيو تيقول لي سير عند هذا وخلق المشاكل. دابا هما دايرين هاد الجماعه لي لان الجاليه مجليه ما عندنا حتى شي واحد يمثلنا من هذا تحفه. الصحابي الكبير القوان الكبير كلشي كبير عنده تم الاخ مخ معليش. علاش ما يتكلمش على امسميز؟ علاش ما يتكلمش على الجاليه؟ فينا هو حقنا باش نصوتوا؟ هي هذوك تحفه اللي عندك نص مليون وزيد عليهم المهداوي وزيد عليهم الرمضاني وزيد عليهم داك طارس بولبا ديال بلجيكا تي جي في اسمه لك السميه عنده. وتكلموا لنا على الجاليه ما بغيتش تكلموا على امزميز. تكلموا علينا راه ما عندنا حق نصوتوا لا والو. ما كاينش اللي غادي يتكلم بينا. واش عباد الله ما قدرتوش تخوتوا؟ تكلموا علينا. ديك نجيبه هذيك نجيبه تاعي خدامه مع هاد المنظمه ديال الزملاش. هذا الزملاش هذا الطاغي قال لك صيفط لهم اسمه لك الدري ديال ملاقا نور زينو صيفطو عند مويطو. قال لك مشي عمل لهم خيط ابيض ولا خيط ابيض في التلفزيون مولاتو هذيك غليظه هي تعمل خيط ابيض. دابا هذا راجل بغى يعمل الدور ديال المراه بغى يعمل خيط ابيض. ساعة الاخر تحفة شوه بيه قال لي انت جاي تطلبوت على هشام على ولد مويطو. هو وليد قال لي هذاك بحال ولدي. ما كاين هذا لفت دوك تيكون شوية تيقول الدراري تيقول لي ولدي. قال لي بحال هكا. هو قال لي هذاك هشام بحال ولدي هذا نور زينو. قال لي بحال ولدي ايوا معليش يضرب إذا كان هشام تيعجبو داك الشيء هو نور زينو يديروها كيما داروا نهار الندوة الصحفية. جابوا اسمو آدم ونور زينو وولد وهبي وولد الزملاش بربعة بيهم. داروا ماشي ميناج تروا داروا ميناج كتر فواحد لوطيل نسيت على سميتو واقيلا إبيز في الرباط وفين غادي يكون في الدار البيضاء. مالي هذا مش سوقي هادو الطبقة هادو زيد عليهم داك الكركوز زيد عليهم داك أم رانيم. ودابا أم رانيم قبيل تنقرا واحد المقال في شي جريدة شي مراكي اللي قراه لي بالعربية. قال لك أمها بعد أمها في الحبس قاتلة صاحبة أمها هي كانت دير الدعارة دوزات الحبس وهربات ومشات ليبيا وفي ليبيا بدات دير تاني الدعارة وعندها الولاد مع المجاهدين ما تقولو نتوما أربعة البلاد. ودابا قالك تتعيش في الجزائر. أنا ما فهمتش. هذه أم رانيم اللي تقول لهم سيدنا نصره الله إخواني المغاربة داخل الوطن خارج الوطن
وفي السماء الوطن وفي الارض الوطن. وشنو هذا الحس بحال قلنا جيبه سيدنا نصره الله. سيري يا البحلاسه يا المحاطه، سيري اش من نصره الله. وسيدنا الدافيك باش تقول نصره الله، الا بغيتي تكلمي قولي حفظه الله ورعاه خفيف وضريب. اش سيدنا نصره الله، سيدنا 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 بعدا نتي ياك تي ما نتي واقله في بينك من العربيه. سيدنا راه كان سراج، كان سراج حق السراج تسيري به هذاك اسمه سيدنا افيك اس. ومانيش دي سيدنا نصره الله. واش وني راك بوحاطه؟ مشيت عند الفرقه الوطنيه وعملت بشكايه لانني قال لي سيري تحوي من المؤخره ديالك. ايوا تي سبيتي انت ما كطبي عليه انت هذا علاش؟ واش هو راجل سخون تسبيه لانك عندك قناه؟ ايوا تا هو ديال القناه تا هو جاوب عليك. اه كيما تنجاوب عليك انايا لانك كدابه. اه كدابه انت يا تعرف تقول لنا المشاكل انت بلا انت تقول من الضربين تكلمي على الضربين، تكلمي على الزبل، تكلمي على الزبل بلا ما تكلمي على ذاك الزبل اللي حدا قصر الملك مراكش. قالك خليه المراكشيين. وكذا واحد لواحد الساحه تعملوا فيها المؤتمرات تعملوا فيها الحفله داكشي معمرينها بالزبل ديال داكشي ديال الهديم. والقصر راه هو القصر، راه القصر هيه. وهاد هادي مراكش يدوز التوريس يلقى داكشي باش يجيبوا ماكينه. لا ماشي كمبيوتر، لكن الماكينه تخشي فيها داك الحجر ديال كل الناس تيحيدوا الحديد. وكل المغرب ما تيعملوش الحديد الاول ملي تيخونوه، هو ملي يكونوا يبنيو يعملوا ملي يكونوا يعملوا البيتون خصهم يعملوا الحديد. كاين واحد القدر ديال البيتون والقدر ديال البوصله والقدر ديال الكياس والقدر هذا هذا القدر ديال الحديد. ولكن المغاربه خوانه شفاره تيخدعوا، لان الانجينيور تياخذ الباك هامدا الرجوه الانفلوب ما تيقومش بشغلو، ما تيقومش بشغلو. وهادو الديور اللي تيريبو تشوفهم ما فيهم لا حد لا والو، دونك غادي تكون فاسيل كما يقول لك سعيد خليل بلي كما يقول بالبالي اون فرونسي اون ديفي سي فاسيل. ما عليناش بحال هاك الماكينه تلوح فيها داك البوطون تطحن وتيخرج بحال الرمله. تقدر تستعملو البني، تقدر تستعملو فداك، علاش ما يديروهاش؟ جاي يلوح الزبل تما ماشي يكون دابا لاحو البيتو دابا ولي يحل المضارب. انا شفت المضارب دوك لي لابوسيات، شفت دوك ديال الزبل، شفت باش يلحنو تما. هذا في مراكش وجي واحد يقول حنا مراكش عندنا هذا وعندنا هذا، روح تقود. ويلي احمد الزاهر بني احمد الزاهر تيغني على مراكش، مالو كان ساكن في الدار البيضاء قدام اسمو شارع الحسن الثاني حدا القهوه اللي كاينه في الكوان ديال سبع شوانط ديك الدار اللي كان مقابله البي ام سي الجديده. اه المهم مسكن في مراكش، مسكن في الدار البيضاء لان فيها الدوز ما مراكش ما فيها والو. يا مراكش يا سيدي كل كل هو كان راجع هنايا تيغني في الكباريات، ماشي على الكباريات يخلصوا احسن من المغرب. تيدخلوه حتى لخمسة الصباح عاد يدخلوه باش يغني، زعما كاين هز البيك ستار تيخلو حتى ربعة الصباح. هذوك المصريين ولا هذوك اللي مقابلين لي بوات عند ربعة الصباح تلقى تما بارك تما هذا طلع ربعة الصباح يدخل يغني تيغني. هي هاديك معايا العرب تكون سكران تيخرج معاك سبعة الصباح الشمس إلا طلعت وتيخرجوا. أنا يقولي قولي وزيدو ملي كان ملي نحولو لعمر الخيم حولوها لإرزكو لأن عمر الخيم كان في كانون ستريت وجابوها لريجن ستريت وداو حدا سيل بريدجز عاوتاني حولوها وهاذي بقاو ديما بقاو تيستعملو هداك الإسم. معليش مابقاش كلمة لعمر الخيم مكملتوش حاجة مالي أنا قلتلك أسيدي دابا هادي مراكش هادي هادي فاطمة الزهراء علاش نشوف داك الزبل اللي كاين تما تيلوحو تما هادو شكون تعطيهم؟ ما عندكمش البوليس؟ فينا هو البوليس ديال العامة ديال البلدية؟ فينا هما البوليس البيئة؟ فينا هما؟ ما عندكمش وفين تمشيو الفلوس؟ ها المراوي والمراوي شفار مراوي والإنسان متجنس ها شتو معلوم ايوا خد فلوس ديال ديك اسم ديك الجامعة قاضي عريان ما تلقاليش حاجة خد الفلوس هذا هو ما تقدرش تكلم معاه علاش لان عنده باسبور فرنساوي فهمتي كيفاش القضية؟ لا لا مش سوقي انا مش سوقي ما عنده ما عنده ما يقول لي انا فهمتي ما عنده ما يقول لي انا عندي ما عندي ما يقول لي قال لك واحد هذا قلت لك علاش نتكلم على ديك دنيا الفلالي مع هذاك قال لي قول لي يا قبل شي حاجة قول لي جبد لي قلت لي غنعمل بك شي حاجة ندير بك شي كاية في كندا وانت باك تطلبي الفلوس مع الناس لانكم اسمه اليوتيوب ما تيخلصكمش دير الناس يعاونوكم سبيل الله مش سوقي انا كله يعاونكم خصكم تخلصوا
لان فرنسا ما تعطيكمش هذا هذا ماشي اي والو على الاخر تقول لي غادي عندك الفلوس باش تدعي في كندا عليك الفلوس الطياره باش تجي كندا وديه تقول لي غادي اونلاين واخا تدعي اونلاين ولكن يو هاف تو باي في ها ايوا هذا شي هذا دخل بي انت دخل وتقول والسي تحفه قال ها تحفه ولا السي ما بقاش ما بقاش بحر ها تقول لي السي تحفه لان جا هذا تقول لي دابا شي دور تيمشوا عندك اللي تيقول بانهم بغوا الجمهوريه بغوا هذا هذوك باش كيديروا باش ياخذوا ياخذوا اسمو سيجو باش ياخذوا اسمو ريفيجي باش ياخذوا هذا تيديروا تقول لي بليس بالماك تقول لي انا معارض وما معارض تاخذ والو واش عيب الله باش ناخذ الباسبور ونمشي نزمل ونبدل الديانه ديالي الله يعاد ديال الباسبور ولا ديال الجنسيه دابا الكثيريه ديالهم هما تيديروها تيقول له هذا حنايا شنو تيسبوا في الملك وتقول له انتم شوفوا الفيديو ديالنا حنا ضد الريجيم واش الريجيم هو الملك الريجيم ماشي هو الملك الملك هذاك راه هذاك السلطان هذاك السلطان هذاك الفوق اش هذا الحق ليه دور في الحكومه دور في الحكومه يوم اليوم ليلا ونهارا ليلا ونهارا ليلا ونهارا ديك الساعه ملي غادي يشوف داك الشيء هذاك السلطان شوف غادي يعيط على الارمي يتذاكر معاهم يعطيهم شي كريمه ديال البحر يقول ما عرفش ديرو نهار الثلاثاء اللي خرجوا الطنوكه مع الصباح ديريكت البرلمان الزبل اشنو لا ديموكراسي ما كاين لا ديموكراسي لا والو هادي لا ديموكراسي ديكتاتوري الديمقراطيه ديكتاتوريه خرج الزبل ما عندنا ما ندير بهم ما كاين لا انتخابات لا والو ما صدعوش كرنا كاين لا انتخابات ما كاين لا روتريت واش واحد يدوز 4 سنين في لا روتريت وياخذ 50 عام ديال لا روتريت بحال داك الحمار ديال الأصيلة وزيد عليه داك ديال سيدي قاسم سيدي سليمان سيدي سليمان اللي جاب ولدو جاب مرتو جاب ختو هذا هل فيهم موسيقي هل فيهم تيشطح هل فيهم ها لا بس الزمله علاش اللي مبقى باهم راس ديك الدنيا تلتزم علاش تقول اذا غفلت زميلات هي هذوك ما هادو شنو تحفه يتكلم عليها حنا نتكلم على سيدي سليمان قبل ما يتكلم على تحفه انا تكلمت ليه على الشراب اللي مشى لي كاف دو سيدي سليمان فين مشاو قول لي تحفه تي اتحفه ما عرف ما عرف ديك الناحيه تاع دار فلوس في امريكا ودار الطوموبيله يا مالك عندنا الطوموبيله في تما علاش ما نتكلموش عليه نتكلموا عليها لان هذاك بغى هادو دايرينهم دايرينهم باش ينوضوا الصداع مع الجاليه باش الجاليه ينوض فيها صداع وهما يبقاو يديروا اللي عجبهم هادشي هذا دايرين تحفه في الميريكان دايرين الاخر في بلجيكا دايرين الاخر ما عارفين شنو هادو دي هذا ودايرين ديك نجيبه هذيك نجيبه اللي عندها خريانه علاش لا شنو البزخه يا انت ما تقول لك حنا خيانه الوطن اما كاين لا خيانه الوطن لا والو انتم هما الخوان ديال الوطن على الله عليكم اشنو هو اليوم كاين شي ماتش ديال الكره حكا بدلوا لنا المناجر جابوا لنا واحد الالماني من عندك الدوله اللي تعيش فيها داك البرليني المغربي جا منتشر ديك المناجر تاع تشيزي ما تفاهمش مع الزياش ما كانش يلعبوا بزاف باش الزياش وتاع الزياش الزياش مالو غيبقى ديما هو الزياش بيكبر وبدا هذا وعرفتي ديك تركيا ديك تركيش كافي وديك كنت نفخات ديك مستصل الشجره ايوا ما تقضي عليه صافي ما يعني ما عزلوش ماشي سوقنا حنا خصنا غير المغرب يربحوا صافي يربحوا ويديهم شي تسارى بهم في في, في 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 الصحراء ويديهم تسارى بهم في السجون ويديهم يتسجر لا 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 هذوك كواريا جاو دخلوا من لوطيل لونترينمون سال الماتش طياره لبلادهم شنو تبقى تسارى به هنايا وتعلموهم يقولوا سيدنا نصر الله ما كاين سيدنا نصر الله والو قدام تعرف شنو سيدنا نصر الله هذوك جاي يلعبوا لنا الدرابو ماروكان حنان ديال من عند والديهم ولا من عند امتهم ما تعرفوا هذا ما تعرفش تقول لي عاش الملك سيدنا نصر الله اش هذا القحلاوي هذا خليه يدير يلعب الكره الدري ضحى على اسم المغرب تقول لي هذا على اسم المغرب ضحى وجاي يلعب شي يمشي يلعب مع البلاد اللي فيها وداك الشيء اللي بقى ديما الانفه باش يلعب مع الفرقه ديالو تيجي يضحي يلعب مع المغرب ويريسكي لي بليسير انا على قبل المغرب على قبل هادو هما اللي دافعوا على المغرب وتجي انت تقول ليه قول عاش الوطن ما عاش هذا سير تقودوا خلي عليكم الكويري ترونكيل الله يخليها سلعه هادو هما دابا تنيرفو انا جيت هنا باش نترزق الله عندهم رزقوا لي انا ما علينا فيه دابا هادشي اللي كاين اخويا ما كاين حق نقول مبارك مسعود مبارك داروا لكم ضريبه جديده ضريبه كاس العالم ضريبة كأس العالم داروا لهم كأس العالم شتيها انتم دابا غيدخلوها آية في القرآن
وما عليكم بكاس العلام العلام قريبا في سنة 30 وبدعلو دخلوهم ويدروا حديث كاس العالم وما داروا لكم الضريبة وعباد الله دم والكلاب ولادي ياكل شلوح باش شلوح اي واحد الكلاب هجموا على الشعب الشعب حازق ما ماكلش والكلاب جيعان وهما الكلاب تياكلوا فيكم تياكلوا فيكم ها تياكلوا فيكم ها هو انا داك الطوانجي دار عليكم فيديو واش عباد الله وحده فرنساويه حارقه فرنسا هذا ولا تكلم انا لا 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 لي زانيمو ما لي زانيمو لا 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 وهي بالقحبه حارقه جاب الله شي واحد يعرف هذا الشيء هذا وقال لي دوني مالي بابي قلب لي بابي لقاها حارقه قال هذا طياره وديك الاستراليه قالت مشات الاستراليه باش تجيب الفلوس مشات تجيب القناوي حاجاكم هذيك تحبسوا ليها حبسوها في المطار قول لها بيرسونا نون غراتا صافي غادخل ديك الساعه رجعوا قول لها ها جيبوا الورق من عند وكيل الدوله ولا من عندك اللي مكلف بالميغراسيون لا جيبوها من عند وكيل الدوله ورقه باش تعطوها بيرسونا نون غراتا كيف تضحك تما رجعوها اشنو الكلب ما كاين الكلب قدك قودي وهاديك هاديك تما يدخلوا يجيبوا لك الكاميوات يديو الكلاب يديوهم لك فين تحرقهم هي حرق القلاوي كلشي ويلي ويلي هادو جماعه ديال الحكاكات تيديروا هادو تيجيو الحكاكات الاخرين عندهم الفلوس تيجيو تما تيدوزوا واحد السيمانه حنايا وحنا تنحبوا نحبوا الكلاب وهذا وهذا هذا تيقلبوها نكاح بعضياتهم والشراب ماشي الشراب هاك الشراب يشربوا ماشي تقول حنا هاك شي ما عندنا وتيقلبوها قصيره تما وتيمارسوا الجنس على الكلاب هاتي هادو واش هادشي كاع حنان حنان واحد شاد الكلب تيعسو مع الفراش ماشي يشعل مع الفراش تيعسو باش يلحس ليه ولا هذا ولا يكوز ليه ولا هاتي هادي داكشي اللي ديريها ديري تما فقادير فقادير وكاين دوك الشلوح المحافظين ما يقدروش يتكلموا عليها لا الصراحة هي هادي ماشي هذا خليني نتكلم الله يرحم باك خليني نقرع عليكم نديرو ولا نقول بحالي نجمع بحالي ونجيب بحالكم ويلي على بسالة تيمارسوا الجنس على الكلاب الجنس الكلابي نقول لك من هنا اسمعني تصدع عليا كري ودابا قال لهم هذا واش منين جاو جابوا الايفيكشن اوردر مع المحكمة باش يجروا عليهم تعرّوا لهم ونعسوا لهم في الارض داروا الطوموبيله وجاو من العلو ونعسوا لهم في الارض قال لهم دوزوا فوقنا ايوا كنا احنا ندوز زي الماء دوز فوق ما جما فوق اشنو هو لا هو تدع من اللي هو تدعي وورنين وبالفيديو صور لك شي بالفيديو صور قول له فيرست وورنين تيك الوارنين تقول يو هاف تو ريموف اف يو وانت تو ريموف وي غانو هاف صافي ودخل دير الماء ما كاين والو هالي لا بغيت مشاهد عليك تموت عليه فهمتي كيفاش قضيه ولا ما فهمتيش خلي العين نضرب باش نشوفكم على الاول تنسرق المعاتي باش نقرا هادشي يلا الاخوان يلا الاخوان يلا جمعوا 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 حوايجكم شي بحال صافي نجمع بحالك ولا شحال 8 و4 يلا الاخوان هادشي اللي كاين هادشي اللي كاين هذا فهمتي انا تكلمنا على هذا شنو هادي الدنيا الفلالي خلبوطه تحفه خلبوطها هي بخلبوطه مع 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 هذا اسمه مع زكريا ايوا هادشي هادشي هادي هذا هادشي ديال انا اش يديرهم دايرين هذا تحفه باش يخلق الفتنه على الجاليه باش الجاليه هذا والناس ما فاهمهاش من حد الجاليه باك نسب فيا نسب فيك هذا 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 وديك اللعبه ديال خيانه الوطن وحسبي الله ونعم الوكيل وهذا وهذا وسيدنا نصر الله وداك البولشيت ديو هذا واحد الجاليه باك نسب فيا نسب فيك هذا 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 وديك اللعبه ديال خيانه الوطن وحسبي الله ونعم الوكيل وهذا وهذا وسيدنا نصر الله وداك البولشيت ديو هذا واحد الجاليه باك نسب فيا نسب فيك هذا 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 وديك اللعبه ديال خيانه الوطن وحسبي الله ونعم الوكيل وهذا وهذا وسيدنا نصر الله وداك البولشيت ديو هذا انت جاي تقول الفت كتاب وانت انت درناك باش تكلم على المصالح ديال الجاليه وانت تالف لي كتاب شنو كتاب ما خصنا كتاب هذوك ولادنا اللي هنايا ولا هي ولا لا ولا الدول ولا راه كاين السلطات المحليه تقريهم ما المغرب اللي قرر احسن من ما قول لي درت لهم كتاب باش يعرفوا الله فين جا الله الله جوجلي قول دير الله انا جوجلي يخرج لك الله الله يخرج لك باش ما بغيتي بالعربيه بهذا الله بالدياش مزيان الله تاع المسلمين ويخرج لك الله وتخرج لك اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله يا المنافقين يا ولاد الحرام تستعملوا الدين تستعملوا الدين في التجاره ديالكم والله ينعل باباكم الكذب اقولها واعدها قال لي واحد ما تسب اخويا ما تسبتش واحد
غير دابا انايا حدا ما ممنوع عليا نشرب قدامكم في هذا تيك توك، خصني باش باش هو واحد قال فمك فاتك طويل فين هي البيره اخويا؟ البيره كاينه، البيره كلشي موجود الحمد لله. من ناحيه الخمر حنا عندنا كلشي، عندنا الخمر الحمد لله، عندنا الخمر، عندنا الخمر الحمد لله، ما خاصنا حتى شي حاجه. اللي خصنا هو وجوكم نتوما تجيونايا، تجيونا البار ودعمونا باش نسكروا هذا ونتكلموا في عباد الله، نتكلموا فيهم يعني. معلومه نديروا اللي عاونا على جرائد المغرب ما فيها والو، فيها غير الصباح والمساء. اش كاين؟ قالوا ها تكذبوا علينا وهذا الحرام، قال لك هذا، قال لك اسمه لك هذاك الشله الدافقي، قال لك ملي كان محرر الصباح، لا الاخر، لك اسمه الاخر ديال اسمه لك الحدث، والاخر قال لهم كنت ديال الصباح، وكنت تعمر مع دوك هذو لي ديبلومات. ايوا واش تعمر لك خدام في مخابراتي يا سي اسمه رضوان شنو هو اسمه لك رمضاني هذاك البركاني، البركاني باش يتكلم لي على ام سميت، باغي يتكلم لي على هادي وعلى هذا ملي كان في الصباح، واخا تكون في المساء. واحد قال لي انت يهودي، انا يهودي اخويا، انا يهودي واقول هو واعترف بها، هو الكوهن انت يهودي، انت اللي ماشي يهودي خديتيها، انت روح عندك، هما خرجوا لهم هذا القحب، خرجوا غندير لهم المشوار، هما خرجوا، هما جاو ولاد العاهرات جاو عندي دابا، انا ندير لهم المشوار، ها يلاه نعطيو لماماكم، ماماكم باكا تقطر، عطيو لهم هذا يلاه، دابا اللي بغى يسب انتم، ها سمعتي هو اللي تسب، ها نجبد لك المشوار، عطيه لماماك باش تنشف راسها، معليش الاخوان يلاه دير يلاه كبسوا. واحد السيد صاحبي الناس يتفرجوا فيا، إلا كانوا الناس ديال القهوة ديال لاكوري اللي كاين حدا توين تاور، داك المغربي تيجي تما تيشرب عندكم اسمو حكيم، شتو خبر هادي خويا 4 أيام ما تيجاوبش لي ميساج، ما تيجاوبش التليفون، إوا راني مشوش عليه، أنا هو إنسان دي توقع لي شي حاجة ولا يكون داوى، لأن مسكين أخيرا هذا فهمتي، أصيل طب مكش من الكوين، يا لك قال لي كوين عند باباك الكلب، تحية. دي شو اللي كنت تعرف دوك الدراري، انا شفت يعرفني، شفت كلمت معاه، وواحد السيد تما تيكون ديك القهوه ديال كوريا اللي حدا توين سنتر، الله يرحم بيكم داك حكيم، الصوره الاخرى مع واحد ليتو ديال طبقه ولا ديال توله ولا ماش كتعرفوا، كنت تكلمتوا معايا الا عرفتوا فين كاين اخويا، قلبوا عليه راه هادي ديال 4 أيام ما كاينش الحس، ها التليفونات ها لي ميساج لا والو، هو شوف الله يرحم باكم، راني مشوش عليه، الانسان ما يسقسي صاحبو، كان مسكين كان فيري اكتيف، راه هو كان الماناجير ديال هاد الشين، لا المحامو حتى راكونا، فيفا العريش، الله يرحم تقوي انت العريش، تصدى لي العريش، فين جات العريش بعدا فين جات؟ العمامرة، العمامرة، دابا قلتيها مزيانة، الكينغ اوف موروكو، لا ماشي كينغ، لا غير خو الكينغ، الكينغ هو الحسن الثاني، ماشي الحسن الثاني، اسمو هذا، محمد السادس. كينغ اوف ذا درينك هي اللي جات معايا، لا تنغير تكلمنا حتى فيها الفساد اخويا، شنو قال تنغير عامره فساد، ما كاين فساد في كل شيء في جميع انحاء المملكه، ها هو كينغ يويو، سير تقود من جلادين امك، يلاه سير ها انت المشوار ديال ماماك، يلاه من البساله من العشاء الهضره، يلاه زيد، مصطفى ميترناجور ما عرفناه اخويا، هو اللي هذا مصطفى ميترناجور. ما فين غبر لكن خلاص عليه يكون يغرق معايا الفايده اللي كاينه، عرفتي ناري عرفتي دوك بريجا هذيك اللي عنده خري هنايا ديال المجلس البلدي ديال الدار، اللي هو في المجلس البلدي، هو في البرلمان، هو رئيس مارشي شي حاجه سيدي مومن، قال لهم على هذا البني اللي هذا، قال لهم دير حشومه، قال لي كاينين الناس ساكنين الميريكان، هذو الميريكان ما جبش هذا، جبد الميريكان، علاش جبد الميريكان؟ لان هادو المغاربه في امريكا كاين غير الجيعان على خو، ها انتوما الملك غتخلص 1500 دولار باش تجي المغرب باش طابع في الدار السكن الاجتماعي، علاش؟ لانك كنتي ساكن مع امك ولا مع باك وهادو بغيت تاخذ حق، شمن حق؟ الدار ماشي ديال باك، بغا كركري تما، فهمتي؟ قال لي محشومه، ايوا الانسان في الميريكان جاي، يا ابراهيم راكش رجعتي للمغرب ياك، بدات باغي الدار، ها؟ يا نهار لي مشيتي لتايلاند ورجعتي، مشيتي للانجليز ورجعتي، مشيتي للمير، ودابا رجع الماء، هي وخلي بغيتي تاخذ هذا السكن الاجتماعي، ايوا هو ابراهيم احشم على راسك، قال لك هادو تيجيو من امريكا باش ياخذوا الاستفاده ديال الديور،
قال ماشي مع ماشي مع خويا، عطيو الناس اللي ساكنين تما هو الاول، ولا واحد كان ساكن تما عنده لاكارت ناسيونال تما، ايوا درت لاكارت ناسيونال باش تاخذ الباسبور وتهرب الميريكان، ودابا تاع في الميريكان، واه ودابا تنقول للناس المغاربه اللي المغاربه اللي على برا، ما تجيوش تزاحموا الناس ديال هادو اللي يضربوا على السكن وعلى، وانت ساكن في اسبانيا ولا في امريكا ولا في طاليان، فانت باغي تاخذ ما تشبعوش يا قز الجيعان عانت الله وعليك، ما انتوما تنيرفيوني دابا رزق مقوله. الياس الماكي سبني، الياس الماكي نصب ديال امه ما تخافش عليا نمشي قود، قولي سقسى عليك اللورد ابي، قولي لك سكير، سكير تيشرب الويسكي، تيشرب الويسكي وتيشرب البيره ديال عروبي، الناس تكلم ما تقولك شرب الويسكي، كاين الناس ما تشربوش الويسكي، كاين الناس يشربوا الفودكا، كاين الناس يشربوا الرم، كاين الناس يشربوا اسمو الكونياك، وكاين الناس يشربوا الشريحة، اليوسي أهلا اليوسي أهلا اليوسي أهلا اليوسي أهلا، هو لا كيتال أهلا هو لا كيتال، كتب لي في الصباليوني ياك، يلا ديروا قبيس وعطينا النوار وعطينا البريس وصيفطوا لي شي سبع يعضني، وصيفطوا لي سبع يا السقلام الجيعانين، وفرقوا صدقوا صدقوا، عاونوا القناة عاونوا القناة باش نطلع. عاونوني عاونوني باش نطلع الفوق باش نطلع القسم ماش من القسم، هاهي مكتوبة ليغ سي دو، زيد خلي نطلع السي ان، ادعموا القناة ادعموا القناة، واني واني جيعاني، انا ما خصني صحابي الاخرين غيجيو معطلين، اليوم بديت بكري ما نشوفهمش، ما غادي نشوفهمش، ما غادي نشوفهمش، ما غادي نشوفهمش، طيب واش نديرو ديري الدراري اسمحوا لي انا غادي نقطع وغادي نبدا واحد اللايف اخرى عاوتاني، واخا متفقين. لينا شحال درنا هذا بينا مع السبعة وهذا دابا الساعة هذا خليها دابا غادي نقطع وغادي عاوتاني نرجع نديرها غنمشي ناخذ لاميط على نعمل لاميط وهي لاميط نمشي نبدل عليا ونعمل الدوش وكذا سفيان سفيان مالك سفيان اهلا تراكم هو الاخوان غنودعكم وغادي نرجع من بعد قليل